بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا. النهاردة هتكلم على محتويات كورس السوفت وير اند الويب اركتكتشر. الكورس ده هيبقى مخصص والبري ريكويزيت بتاعته للناس اللي عندها خبرة 3 سنين فيما فوق، عشان يكون مناسب للمفاهيم اللي احنا ان شاء الله بإذن الله هنشرحها، وكمان هيبقى فيها شوية implementation على كل الاركتكتشرز اللي احنا هنشرحها بيوز كيسز او ريال اكزامبلز. هيتعامل منها الريال اكزامبلز او الكود بتاعها او الامبلمنتيشن بتاعها بالنود جي اس ده كفيرجن، وهيتعامل منها فيرجن تاني بالجافا ان شاء الله عن طريق سبرينج. عشان كده نبقى احنا لمينا الناس اللي شغاله في النود جي اس والناس اللي شغاله في الجافا يكونوا فاهمين الكونسبت ديت ويتعاملوا معاها ازاي. الكورس ان شاء الله هيبقى كورس مدفوع، لسه انا ما عملتش الاشتراكات بتاعته، لكن ان شاء الله باذن الله مع نزول الفيديو هيبقى موضوع ان احنا نملى الفورم بتاعته، فهيبقى في فورمه على جوجل شيت للناس اللي هيبقى عايزه تحجز الكورس. هيبقى في خصم بالنسبه لاول نخليها 50 واحد. القسم ده هيبقى مناسب جدا، هيبقى سعر الكورس كويس بالنسبة لهم إن شاء الله، بأسبقية طبعا الحجز. عشان أتكلم على الكورس ده، أنا حبيت إن أنا أقول إيه هي المحتويات اللي إحنا هنحب إن إحنا نشرحها في الكورس ده، واللي على أساسه أنت إن شاء الله بإذن الله هتبقى خارج من الكورس ده ملم بأغلب الويب اركتكتشر اللي احنا هنشرحها. في بعض الامبلمنتيشنز هيبقى فيها جزء نظري كويس جدا، بحيث ان احنا نقدر نلم المفاهيم والترمينولوجي المستخدمة في كل اركتكتشر بالنسبة لنا. لما نيجي نبدأ كده، انا عايز اتكلم مبدئيا على المحتويات بتاعتي. زي ما انت شايف كده، انا ببتدي بانتروداكشن. الانترودكشن ده هو عبارة عن ان انا ادي لك انترودكشن عن الكورس، وبعد ما ادي انترودكشن على الكورس ده انا محتاج ان انا اكلمك على شوية مفاهيم. ايه هو الانترودكشن للسوفت وير ديزاين والاركتكتشر بتاعه؟ تمام. اول 2 فصل في الكورس ده هما مبنيين في باوربوينت واحدة، لكن هتتقسم الفيديوهات بيزد على النقاط اللي احنا ان شاء الله هنشوفها في كل الفيديوهات. وهنراعي دايما ان ما يبقاش الفيديو طويل شويه، يعني هيبقى في حدود مثلا في فيديوهات ممكن تبقى 10 دقائق، في فيديوهات ممكن تبقى 5 دقائق، في فيديوهات ممكن تبقى 15 دقيقه عشان الامبلمنتيشن والكلام ده كله. وبنعمل ريكاب مع نهايه كل فصل على الحاجه اللي احنا اشتغلناها. فاول حاجه لما نيجي ابتدي على السوفت وير اركتكتشر، عايز اتكلم يعني ايه هو الاركتكتشر نفسه. انا عايز افهم ايه هو السوفت وير اركتكتشر، ايه هو السوفت وير ديزاين، تمام، ايه هو الاركتكتشر باترن اللي احنا بنستخدمها، وايه هو الفرق ما بين الاركتكتشر والديزاين. يعني ده مدخل اساسي، لان انا عايز افهمك ايه هو يعني ايه اركتكتشر ويعني ايه ديزاين، وازاي لما انا بتكلم عن ديزاين يبقى انا هروح اتكلم هنا على ازاي اتكلم على ديزاين باترن، ولما اجي اتكلم على الاركتكتشر انا بتكلم على الاركتكتشر مثلا. الوضع ما بين الاثنين فيهم شويه اختلافات، لازم اكون انا فاهم الفرق ما بين الاثنين دول. دي كده مبدئيا. بعد كده ببدا اتكلم على الديفرنت تيرز اللي موجوده عندي في الابلكيشن، بدايه من السنجل تير وده احنا عارفينه، والتو تير والثري تير والان تير، وجايبين لكل واحد عباره عن يوز كيس ان شاء الله هنتكلم فيها كسيكونس ديجرام. وفي نفس الوقت هيبقى عندنا امبلمنتيشن هنتكلم فيه من ناحيه. اول امبلمنتيشن عندنا هو الان تير بالسيكونس ديجرام بتاعه. طبعا احنا كل واحد من دول، في كل واحد انا هكلم لك على سيكونس ديجرام بريال اكزامبل موجود عندك. ده بالنسبه هنا للفصل رقم 3. بعد كده هتكلم انا على الفصل رقم 4، وده بدايتنا اللي هو بنيجي نتكلم على المونوليتك والمايكرو سيرفيس
اركتكتشر، ودايما الخناقه اللي موجوده عندي اروح ده ولا اروح ده، وامتى استخدم ده وامتى ما استخدمش ده، وامتى اشتغل الابلكيشن بتاعي. تمام. فمبدئيا احنا هنتكلم على المونوليتك اركتكتشر، ده رقم واحد. يعني ايه مونوليتك؟ واخد بالك ازاي؟ ايه هي الادفانتج والدروباكس بتاعته؟ ايه هي الكاركترستيك اللي مستخدمه في ايه؟ هي البيست براكتس اللي على اساسها ابدا اقول ان انا هامبلمنت مونوليتك ابلكيشن. هبدا اتكلم على كيس ستادي وازاي اعمل فيها السيكونس ديجرام، وازاي اعمل امبلمنتيشن لسيمبل كيس عندي بالكيس ستادي اللي احنا اخترناها عشان نبدا نعمل المونوليتك فيتشر. كمان في جزء انا اضفته في الحته دي مش مكتوب في الليمتيشن ده او مش موجود في الكونتنت ده، وهو المونوليتك موديولر بتاعنا، وازاي اعمل مونوليتك موديولر، وازاي افكر في او اعمل البروجكت ستراكشر ازاي بتاعي، في نفس الوقت ايه هي الكيس ستادي اللي ممكن اشتغل بيها. لان مدخل المونوليتك او الموديولر مونوليتك هنيجي في وقت من الاوقات لما يحصل سكيل كبير للمشروع هنبدا نخش في موضوع المايكرو سيرفيس. فالاحسن ان انت لما تيجي تقول انا هعمل مشروع ما تفكرش فيه في الاول كمايكرو سيرفيس، لانك انت عشان تقول انا عندي مايكرو سيرفيس لازم اكون عارف الديبندنس كلها وعارف الدومينز كلها بتاعه المشروع. وحقيقي احنا عمرنا ما بنبقى كوتش في مشروع بنبقى عارفين فيه كل حاجه، لان احنا شغالين اجايل، والاجايل بيبقى فيه سبرنتس، كل سبرنت فيه ريكويرمنت بتاعته، وبالتالي انت بترسم موضوع المشروع بتاعك از موديول از موديولز، والموديولز دي بتبدا فيها تتطور وهكذا. وبالتالي احنا لما بنيجي بنبني يستحسن ان احنا عشان يبقى سهل ان احنا نعمل ترانسفير من المونوتيك بتاعنا للمايكرو سيرفيس ان احنا نعمل موديولر مايكرو سيرفيس. طبعا في المايكرو سيرفيس هتكلم يعني ايه مايكرو سيرفيس، ايه هي الكاركترستكس بتاعتها، ايه هي الدروباكس والفيتشرز اللي انا بستفاد بيها، ايه هي البيست براكتس بتاعت المايكرو سيرفيس، الترانزاكشنز ماشي فيها ازاي. هتكلم على موضوع الساجا باترن و ترانزاكشنز فيها والنوعين بتوع الساجا باترن، وهتكلم كمان على كيس ستادي وازاي الكيس ستادي دي هنشرح فيها السيكونس ديجرام بسامبل كيس ستادي في المايكرو سيرفيس في الجزء ده. وفي نفس الوقت برضو الموديولر هيبقى فيه كيس ستادي موجود بنشرح فيه، وان شاء الله باذن الله هيبقى في الاخر خالص عباره عن كومباريزون ما بين المونوليتك وما بين الكيس ما بين المايكرو سيرفيسز، وعلى اساسها نبدا نقول انا امتى بلجا لده وامتى بلجا لده. ده بالنسبه للشابتر 4. بعد كده هنبدا نخش على المايكرو كيرنل والسيرفيس اورينتد اركتكتشر. والحقيقه ان المايكرو كيرنل يعني ابسط مثال له الناس اللي شغالين جافا هيعرفوه، اللي هو اكليبس. اكليبس هو عباره عن اي دي اي. الاي دي ده فيه عباره عن كور، والكور ده كل شويه انا بضيف له بلجنز، كل شويه بضيف له بلجنز، يبقى انا عندي هنا الكور وكل شويه بضيف له موديول، فده اسمه مايكرو كيرنل. تمام. هو جاي من الكيرنل بتاع الاوبريتنج سيستم، وعلى اساسه برضه هتكلم في المايكرو كيرنل ايه هو والديفينيشن بتاعته وشكله عامل ازاي كاركتكتشر ديجرام. وفي نفس الوقت هتكلم على الكاركترستكس بتاعته والبيست براكتس والادفانتج والدروباكس اللي فيها، وفي كيس ستادي كامله هنعملها بمثال هيبقى زي الاكليبس بلجن، ان انا افضل اضيف كل شويه بلجن وريموف بلجن. وبعد كده هبدا اتكلم على السيرفيس اورينتد اركتكتشر. تمام. واشرح يعني ايه سيرفيس اورينتد اركتكتشر وايه اللي موجود فيها، وهنوصل في الاخر خالص ايه الفرق ما بين السيرفيس اورينتد اركتكتشر وما بين المايكرو سيرفيس. طبعا هنتكلم برضو على كيس ستادي هنحاول نعملها ان شاء الله بالنود جي اس في وي او جافا ما بين السيرفيس اورينتد اركتكتشر، وليه اصلا احنا يعني مفهوم السيرفيس اورينتد اركتكتشر هو مفهوم اكبر شويه من المايكرو سيرفيس، لان المايكرو سيرفيس هي عباره عن اركتكتشر ستايل بيبقى السيرفيس فيه هي عباره عن سمول سيرفيس صغيره، على عكس السيرفيس اورينتد اركتكتشر ممكن يبقى اكتر من كده سيرفيس كومبايند مع بعض في سيرفيس اورينتد ديبند على او ديبند على البيزنس دومينز بتاعتنا. وفي الاخر بيبقى عندنا الكيس ستادي اللي احنا هنبدا نعمل لها الامبلمنتيشن ان شاء الله. ده بالنسبه للفصل رقم 5. بعد كده هتكلم على الفصل رقم 6 وهو الويب سيرفيسز والريست اي بي اي. طيب خلينا مبدئيا كده عشان اتكلم على الجزء ده او الويب سيرفيسز والريست اي بي اي، انا محتاج افهم قبل ما اخش في الريست
والويب سيرفيسز، محتاج اعرف ايه هو الاتش تي بي، عرفنا ان هو بروتوكول طبعا، وايه هو الاتش تي بي اس تمام، وايه هي الميثودز بتاعت الاتش تي بي، وكومبارزون ما بينها، والشكل البروتوكول ده بيتعامل ازاي، او الباكتس ماشيه فيه ازاي، اللي هو نيجي نخش على الكوميونيكيشن بتوين الكلاينت والسيرفر. بعد كده هبدا اتكلم على يعني ايه ويب سيرفيس تمام، يعني ايه سوب اصلا، والسوب ده عباره عن بروتوكول، البروتوكول ده بيعمل ايه تمام، وايه السوب انفلوب واخد بالك ازاي. وبعد كده ابدا اتكلم على الكاركترستيك بتاعه الويب سيرفيس ديت، وابدا اتكلم على الدروباكس والادفانتج بتاعتها واخد بالك ازاي، وايه هي الكيسز اللي احنا بنعمل فيها الويب سيرفيس، او بنحب ان احنا نستخدم الويب سيرفيس. واكتر حاجه في الويب سيرفيس ان هي بتقول لك هنا عباره عن نوع كونتراكت يستخدم ما بين الجفرنس انتيتيز تمام. طب بعد كده نقدر نخش على ريست بي اي، يعني ايه ريست بي اي اساسا، وهو جه اصلا الريست بي اي ليه، لان كان طبعا كان في شويه مشاكل عن السوب، كان السوب كامبلمنتيشن هو فيه جزء معقد شويه، لكن الريست بي اي يبقى اسهل. لكن العيب اللي هو زي ما تقول كده ايه موجود في الريست بي اي، ان ملوش يعني ماسكه، او ملوش حاجه عامل زي البروتوكول اللي هو انا عندي واحد اثنين ثلاثه، لا كل واحد يقدر يمبلمنت الريست بشكل مختلف، وبالتالي ده يمكن اكتر حاجه او اكتر عيب موجود فيه. وبعد كده نبدا نتكلم بقى على الكاركترستكس بتاعت الويب براكتس، سواء في الويب سيرفيس او في الريست بي اي. وبعد كده هبدا اعمل كومبارزون ما بين الويب سيرفيس والريست بي اي، وان شاء الله هيبقى في هنا يوز كيسز لكل واحده منهم، سواء في حاله الويب سيرفيس او سواء في حاله الريست بي اي. في نفس الوقت هيبقى السيكونس ديجرام موجود فيه، وهنشرح كل واحد بيعمل ايه والكود امبلمنتيشن بتاعه الموجود فيه. ده بالنسبه للشابترز ده، وليه انا حابب ان اجيب الويب سيرفيس والريست بي اي، لان اغلب الاركتكتشر الكوميونيكيشن ما بينها بتبقى بالشكل ده كده. فانا جبت لك الكوميونيكيشن اللي هو السينكرونس، او ان احنا بنتكلم بقى على الاسينكرونس اللي احنا نبدا نتكلم فيه على المسج كيو او الكاشنج تمام. الكاشنج ده مش تبع الكوميونيكيشن يعني، انما كان لازم ان انا اتكلم عن الكاشنج. واتكلم عن الكاشنج، فاحنا هنجيب ريدس اكيد عشان نستخدمه از كاش. هكلمك يعني ايه كاشنج، هكلمك على الكاش تايب، هكلمك على الكاش استراتيجيز اللي موجوده واخد بالك ازاي بالتفاصيل شويه. هنعمل امبلمنتيشن للكاش، وهنعمل له يوز كيس، وهيبقى عندي اليوز كيس بتاعتي استخدم فيها ريدس مع نود جي اس ان شاء الله، ويبقى فيه ان شاء الله امبلمنتيشن الثاني هيبقى ريدس مع سبرينج عشان ابدا اعمل فيه الكاشنج. بعد كده هبدا اتكلم على الكيوينج او المسج كيو، خاصه المسج كيو مثلا عندك ريدس او عندك رابت، وعندك رابت ام كيو، وعندك كافكا، فيبقى ان شاء الله عندي على ما اتذكر ان انا عملت امبلمنتيشن برابت ام كيو وامبلمنتيشن بريدس، وفي نفس الوقت هيبقى عندي البوبسه والفرق ما بين الاثنين دول. مسج كيو ده بوينت تو بوينت، الباب سب لا ده ممكن واحد لاكثر من كذا كونسيومر، وايه الفروقات اللي بينهم، وامتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده. وابدا اتكلم على ايه هي البيست براكتس في كل واحد والكاركترستيك واليوز كيسز بتاعته. وابدا اتكلم كمان على الاستريمنج موديل، وامتى استخدم الاستريمنج موديل، ومن اشهر انواع الاستريمنج اللي موجوده كافكا وريدس تمام. ده باختصار حته الفصل بتاع الكاشنج والمسج كيو. الحقيقه ان الكورس كبير، هو يبان ان المحتويات فيه مش كبيره، بس انا بقول لك الكورس محتوياته كبيره جدا، لان الديتيلز اللي فيه انا مش هقدر اكتب لك كل الديتيلز اللي موجوده جوه الكونتنت، جوه الكونتنت بالشكل ده، لكن انا مجمع لك التفاصيل في دماغي وبقولها لك ايه واحده واحده. نيجي بعد كده للجزء الخاص بالايفنت دريفن. خليني اقول لك في الايفنت دريفن وفي السيرفرلس اركتكتشر اللي موجودين عندنا، انا اكلمك على السيرفرلس اركتكتشر، ويعني ايه هو، وايه هو الاركتكتشر ديجرام بتاعه. ومن اشهر الحاجات اللي موجوده طبعا الاي دبليو اس لامدا طبعا كسيرفرلس، و في جوجل موجود برضو حاجه شبيهه باللامدا او اسمها جوجل فانكشن. وهجيب لك ايه هو السيكونس ديجرام اللي نقدر نعمله امبلمنتيشن. طبعا انا ما قدرتش اعمل امبلمنتيشن بالاي دبليو اس، لكن عملت سيميوليت بان انا عندي امبلمنتيشن بالسيرفر لس بشكل ما، هنشوفه ان شاء الله. لكن اتكلمت على الدروباكس والادفانتج بتاعته، اتكلمت على اليوز كيسز اللي انا اقدر استخدم فيها السيرفر لس، اتكلمت على كيس ستادي فعليا،
وكمان اتكلمت على كومبارزون في الاخر ما بين الايفنت دريفن والسيرفرلس. نفس الوضع بالنسبه للايفنت دريفن اركتكتشر، اتكلمت عليه وقلت هو ايه ومعناه ايه والاركتكتشر بتاعه وشكله عامل ازاي، تمام، وان هو بيتعامل بالايفنتس اللي موجوده. وطبعا من اشهر الحاجات اللي بتسبورت موضوع الايفنتس ده اللي هو الكافكا، بان انت تعمل ايفنت فيه، تمام. واتكلمت كمان على الاركتكتشر بيست براكتس، واتكلمت على الايفنت دريفنج كمان على السيكونس ديجرام اللي احنا هنعمله، والاكزامبلز او الكيس ستادي اللي احنا هنعمل لها او هنعمل لها امبلمنتيشن بالايفنت دريفن، تمام. واستخدمنا هنا ريدس، ما استخدمناش كافكا الصراحه، كان ريدس كان بيبقى اسهل شويه مع نود جيس، عشان كده استخدمت ريدس في الحته ديت، تمام. واخر فصل عندي اللي هو مور اور اون مور اون اركتكتشر. المور اون اركتكتشر هنا انا بتكلم على ثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجه الكاب سيرم، والكاب سيرم ده هنا انا بتكلم على جزء مهم جدا فيه. طبعا الكاب سيرم هنا بنتكلم على الكونسستنسي والافيلابيلتي والبارتيشن تولرانس، وهنتكلم في موضوع الديستريبيوتد سيستمز، وان انا ما اقدرش يعني الكاب سيرم بتقول ان انت استحاله ان انت تحقق الثلاثه مع بعض، لكن على الاقل انت محتاج تحقق اثنين. طبعا الكلام كله على ان انا بالنسبه لي لو عندي اختيار ما بين الاثنين دول، طبعا البارتيشن تولرانس متكلم على موضوع النتورك، ان انا طبعا النتورك عندي شيء مهم جدا، وبالتالي هيبقى الاختيار دايما ما بين الكونسستنسي وما بين الافيلابيلتي، تمام. اتكلمنا على امبلمنتيشن لكل واحد منهم، واتكلمنا على الديفينيشنز، واتكلمنا على اليوز كيسز اللي موجوده او ريال وورلد يوز كيسز فعليا، والامبلمنتيشن بتاعهم موجود. كمان اتكلمنا على السوليد برنسبلز، واحنا عندنا خمسه سوليد برنسبلز زي ما انت شايفهم، يعني سوليد اختصار للخمس دول اللي هو اس سنجل ريسبونسبيلتي وبرنسبل، والاو اللي هو اوبن كلوزد برنسبل، وبعد كده اتكلمنا على السكوف برنسبل، بعد كده الاي اللي هو الانترفيس سيجريجيشن، ودي اللي هو ديبندنسي انفيرجن. يعني كل واحد من دول اتكلمنا فيه على الديفينيشن، واتكلمنا فيه كمان على الامبلمنتيشن وكيس ستادي فيه، بنوضح يعني ايه كل واحد من دول والامبلمنتيشن بتاعه، تمام. فالناس هتبقى ان شاء الله طالعه هضمه الاثنين دول بطريقه كويسه بجانب الباقي ان شاء الله باذن الله. واخر اركتكتشر الصراحه ما يعني حتى انا ما عدلتش انا هنا الجزء ده كده، فكان المفروض ده هنا ثلاثه. اخر اركتكتشر عندي اللي هو الهكسا جنرال اركتكتشر، والحقيقه ده حاجه ظهرت في 2005 على ما اتذكر، تمام. والهكساجونال اركتكتشر ده حاجه من الحاجات اللي بتدي فلكسبيتي وموديلاريتي واتستابيلتي وبورتابيلتي للحاجه بتاعتك، بحيث ان انت هيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا ان انت تتعامل معاه، وفعليا لو امبلمنتيشن جاهز هنتكلم فيه على الكاركترستكس بتاعته، هنتكلم فيه على الدروباكس والادفانتج بتاعته، هنتكلم فيه على البيست براكتس فيه، وهنتكلم كمان على اليوز كيس نفسها بتاعته ايه، وهنعمل في كمان اللي هو الامبلمنتيشن بتاعه. ده ان شاء الله محتويات الكورس. انا فعليا لسه جهزت اغلب المحتويات فعليا ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله مجرد ما هينزل الفيديو ده اكيد هتبقى باذن الله ان شاء الله بعدين هكون انا سجلت اكتر من كذا فيديو. الكورس هيبقى مدفوع ان شاء الله، هعمل جوجل اكسل شيت لتسجيل البيانات بأسبقية الحجز، تمام. طبعا البيانات اللي هتبقى مدخله او طرق الدفع مبدئيا الناس اللي جوه مصر هيبقى طريقه الدفع عن طريق فودافون كاش، وبالنسبه للناس اللي بره مصر هيبقى الدفع عن طريق الايبان، تحويلات يعني عن طريق الايبان على الحساب بتاع البنك، لان ما فيش حاجه اسمها فودافون كاش. وان شاء الله باذن الله اتمنى يكون المحتوى عجبكم، وان شاء الله مجرد ما ينزل فيديو هتلاقي الاكسل شيت نازل معاك كفورمه تملوها، بياناتكم طبعا الاسم ورقم التليفون والايميل، وطبعا لازم يكون الايميل جيميل، لان ان شاء الله باذن الله الكورس ده هيتم رفعه على اليوتيوب لبعض
الناس اللي هيدوني الايميلات بتاعتهم او اللي فعليا هيشتركوا ان شاء رب العالمين الكورس، اشتركوا لمده سنه باذن الله، وان شاء الله باذن الله الكورس ده يعجبكم وتستفيدوا بيه بالامبلمنتيشن اللي موجوده فيه. وطبعا الامبلمنتيشن كله هيترفع على الجيت هاب ان شاء الله، وهيبقى متاح للناس المشتركين معايا في الكورس. زي ما انت شايف كده انا مجمع لك من بدايه من ان احنا عندنا زي ما انت شايف ده الصورة برينسيبلز 5 مبادئ. يعني نعمل ويب سيرفيس بيمنت، ريست بيمنت، سيرفر ريست اب، سيرفيس اورينتد بوك وهكذا، تمام. بعد كده ريدس كاش استراتيجي وريدس ستريمينج، واخد بالك، الاني تير ابلكيشن، المونوليتيك امبلمنتيشن بتاعتها، الموديولر اي كوميرس، مايكرو كيرنل، المسج كيو، الاكس جنرال، الايفنت دريفن، الكاب سيرم، الاثنين اللي موجودين عندنا بالشكل ده كده. طبعا انا هنا في الجزء بتاع الموديولر او الموديولر اي كوميرس برشيز ده، انا عملت لك جزء واديتك تاسك انا فاكرها، التاسك دي ان انت هتقلبها لي مايكرو سيرفيس عندي، واخد بالك ازاي؟ فكل الكلام ده كله هيبقى مفيد ليك جدا وانت بتشتغل، لان انت هنا بتعمل شغل كود بايدك وهترفعه لي على الجيت هاب، وانا هخش اريفيو على الكلام ده واشوف الدنيا ماشيه ازاي. مثلا ريدس كاش استراتيجيز هنا، ريدس ستريم، يعني في الريدس كاش استراتيجي انا متذكر ان انا عملت لك اول 2 تايبس وقلت لك كمل الباقي، تمام. مثال على المونوليتك، على الاي كوميرس كمايكرو كيرنل اركتشر، على المسج كيو، واخد بالك ازاي، الباب سب موجود، كل حاجه من دول بفضل الله ان شاء الله العالمين باذن الله هتبقى موجوده ككود قدامك. يعني انت بتتكلم على بروجكت 2 3 4 5 6 7 8 9، لا ده مش محسوب معانا، تمام، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 اكزامبل. حتى الويب سيرفيس هنا بيمنت انا قايل لك ايه عليه 21 اكزامبل كود انت هتشتغل عليهم كلهم، تمام. ده بالنسبه هنا للجزء الخاص بالكورس عامه، وان شاء الله باذن الله بفضل الله هتبقى طالع من الكورس فاهم كل محتوياته ولامم كل شيء عنه، ويبقى بالنسبه لك كل الامور تمام، بحيث انت طالع بكورس ان انت بتمبلمنت كل انواع السوفت وير والويب اركتشر كورس، وكمان هتبقى عارف امتى استخدم ايه وامتى ما استخدمش ايه. دي من الحاجات المهمه جدا، لان احنا بنقول امتى احتاج الاركتشر ده في اي ايه جزء انا محتاج استخدمه وانا شغال في السوفت وير او مجال السوفت وير بتاعنا. وبكده ان شاء الله يبقى احنا خلصنا المحتويات ديت، وان شاء الله باذن الله الفيديو ده هيتم نشره، وان شاء الله مستني الشباب يقولوا رايهم عن الفيديو ده، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.